متخيله ان كان هيبقى مكان في السوسه دي جرح قد كده. اهلا بيكم. كانت جايالي مرعوبه حقيقة. بتقول انا عندي الغده متضخمه وكله اجمع ان لازم اعمل عمليه وانا مرعوبه. عملنا لها كي للتضخم في الغده الدرقيه وانا بشوفها بعد شهر ونص تحول الرعب الى فرحه والى حاجه جميله. ياسمين دلوقتي بتدينا طاقه ايجابيه. اهلا بيك ياسمين. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله على سلامتك. واحكي لي كنت مرعوبه ازاي وتحول الرعب الى الحاجه الجميله اللي انا شايفها دلوقتي دي. هو اول حاجه يعني انا لما جيت تعبت من الغده طبعا اول حاجه رحت الجراح طبيعي. انا مريضه سكر، الجراح لا هنشيل الغده كامله. اسلوب الجراح يخوف. فكره اصلا انت تعيش من يعني على دواء هرموني تعويضي طول الحياه، احتمال تلاقيه احتمال ما تلاقيهوش او بيتعارض مع مرض عندك او ايا كان، ده مخيف. فاول ما شفتك الاول كنت متردده برضو، الموضوع جديد غريب عليا، تردد حقيقي اول ما سمعت عنه. دخلت لا فيديوهات كتير، لا دخلت في فيديوهات اشوف عمليات كتير، لا ناس كتير بتشكر، فقلت هاخد المجازفه واجرب. والله والله وحياه امي يعني اول مقابله مع حضرتك فرقت معايا 100 درجه. فكره ان انت تقعد تتكلم معايا تضحك في وشي تطمني لا ايدي الموضوع بسيط وان شاء الله هناخد عينه والدنيا تمام، دي نفسيا حتى خليتني مؤهله ان انا لا الدنيا مش متضخمه للدرجه اللي هي كان موصفها لي، فاهم؟ جينا هنا برضو انا لسه خايفه بعيط. لا يا اوضه عمليات بقى وافرول احنا عندنا التعقيم برغم ان احنا ما بنفتحش بس احنا بنعقم كويس قوي. الموضوع مصيب بقى لو خلاص داخله غرفه عمليات وعيط لا انا لازم يخش معايا خطيبي وخش جوه. والله ما كملت 5 دقايق يعني الموضوع غريب لدرجه لا ومع الم يحتمل يعني هي بالبساطه دي. هنودي العينه تتحلل وبناء عليها نحدد مع العمليه. قلت لي مش هتدينا يوم العمليه قبل العمليه؟ لا مش هتكلم عن الرعايه، مش هتكلم ان انا الغرفه كامله، مش هتكلم عن الفيتامينز والمسكنات والحاجات اللي اديت لي، انا هتكلم على الافطر. ان انا بعد ما خرجت من العمليه دكتور التخدير يجي لي بدل المرة 2 يطمن عليا ان انا فوقت والدنيا تمام، حضرتك تيجي لي متبقاش عايز تخرجني الا لما تطمن ان انا خلاص فوقت والدنيا تمام، واكل اكل الوجبه بتاعت المستشفى عشان اعرف ان انا امشي واخرج بعدها بساعه. يعني عمر ما كان يجي تخيلي ان انا اعمل عمليه الغده واخرج بعدها بساعه، اقسم بالله واخرج بعدها بساعه اروح اكل. حضرتك حاطط لي لازقه فانا مش عارفه اشوف، انا شلتها زي ما حضرتك شايفين كده كأنها عندي فسفوسه لا ترى بالعين المجرده. انا عايزاكم تتخيلوا ان كان هيبقى مكان فسفوسه دي جرح قد كده، ومهما كنت عملت له يعني ليزر بقى جلسات حاجات ما كانش هيبقى. بصوا جرح الغده اصلا فكره ان كان في ورم مخليني شكلي مش حلو هنا وفرق بين الاثنين يعني زي ما شايفين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي دلوقتي احنا ربنا يخليك الحمد لله على سلامتك يا ياسمين. واحنا الحقيقه هي دلوقتي احنا بنشوفك بعد شهر ونص اهو، هي قلت حوالي 50-60%. كل ما يعدي علينا يوم هتنكمش اكتر رقبتك هتبقى احلى واحلى. والحمد لله على سلامتك ودايما نشوفك بالصحه. ربنا يخليك. انت مش فاهم انت يعني بتنقذ الناس ازاي. لا لا ألف ان الموضوع ما يبقاش جراحه وان الناس تفقد حاجه ربنا خلقها. نعمه من ربنا. دي نعمه فعلا. الحمد لله على سلامتك. كي تضخم الغده الدرقيه زي ما شفنا اجراء بسيط في المتناول. احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان الناس تعرف. دايما الانسان بيبقى خايف او عدوه ما يجهل. دلوقتي الامور بقت واضحه وسهله وفي المتناول. نشوفكم دايما بصحه.